موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة يكشف عن تجاوز نسبة العمل ونقل البضائع إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة خلال العام الماضي 900% مقارنة مع السنوات السابقة. مقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية وإصابة آخرين إثر استهداف فصائل الثوار غرفة عمليات عسكرية تابعة لهم في بلدة مينغ شمال حلب بصاروخين موجهين. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن تدمير غرفة عمليات عسكرية تابعة لقوات النظام في محيط بلدة طنجرة في سهل الغاب غربي محافظة حماة إثر استهدافها بصاروخ موجه من نوع تاو. النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي يقول إن موسكو تسعى لعقد لقاء بين وزير خارجية النظام فيصل المقداد والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس. مديرية صحة إدلب بالتعاون مع فريق لقاح سوريا تعلن عن البدء بالتطعيم بالدفعة الثالثة الداعمة من لقاح كورونا في شمال غربي سوريا. إخراج دفعة جديدة من العائلات العراقية من مخيم الهول بريف الحسكة تقدر ب 95 عائلة عراقية وفق الاتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.